المحيط بدون موجود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود. ذلك من أنباء القرآن لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل محدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا فبالنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يهدى لكم إلى طعام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت لا تدخلوا بيوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين لحديث. Thank you.
ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا ضعيتم فانتشئوا ولا مستأنسين. نعم. فإذا ضعيتم فانتشئوا ولا مستأنسين بحديث ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحي من الحق وإذا فعلتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا فمنهم مهتد
كثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم التي تجاملك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله حدد معنى الإشراف لغة وخلافة الإشراف لغة وخلافة بين الإنسان من الحرف حتى يحتاج الإنسان. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
السؤال الأول، ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم الإشارة. ما معنى الإشارة؟ من الإشارة إعطاء وذكر. إجابة صحيحة. حتى هذا الثاني، ومن الناس من يشهد من الصبر الشراء والرسول الله الله عز وجل. السؤال يشهد من الصبر يبيعها لبثها طاعة لله. إجابة صحيحة. السؤال الثالث، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. السؤال ببكة ببكة نعم ببكة. إجابة صحيحة. السؤال الرابع، وخذوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. السؤال سخفتموهم وجدتموهم وأجرفتموهم أو ظفرتموهم. إجابة صحيحة. السؤال الخامس، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأغلال. السؤال الأنصاب الأنصاب تجارة حول الكعبة يحبونها. أيها إجابة صحيحة. السؤال الثالث، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. السؤال أنظرني أمهلني وأخرني. إجابة صحيحة. السؤال السابع، والرب أكبر فيكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الجهاد. السؤال الرب الرب نعم الرب الرب نعم الرب نعم يا جماعة من قريش. إجابة صحيحة. طيب السؤال الثامن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. السؤال زيادة. ما معنى زيادة؟ زيادة حال نظروا إلى وجه الله. إجابة صحيحة. السؤال الثالث، فلما جهدهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية السقاية هو المكيال وهو كأس من ذهب فاتخذ للبيت. حدد إجابتك. أسألك عن السقاية، حدد إجابتك. نعم السقاية نعم هو المكيال. ما يفعل به ما يقال به؟ نعم. يعني أنت قريب، أنت قريب من الإجابة لكنك لست من الإجابة. هو ما يقال به. هو المثال به لكنه إله من ذهب من ذهب فتخذ وإله من ذهب للشرك فتخذ للبيت. هذا هو الإجابة. السؤال العاشر، يتوارى من قومهم سوء ما بشر. السؤال يتوارى يستخفي. إجابة صحيحة. السؤال الحادي عشر، قالوا يا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. السؤال يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج أيوه هم خلق تجد منهم واحد طوله مفرد وواحد وواحد قصير مفرد. إجابة الخامسة، فجلتين من كل ارتياج بالنون. السؤال الثاني عشر، إن الذين آمنوا والذين آمنوا والصالحين والنصارى. السؤال الصالحين عبادة الملائكة أو الكواكب. إجابة صحيحة. السؤال الثالث عشر، لقد كفروا في أنفسهم وعتوا عقوبا كبيرة. السؤال عقوبا كفروا استكبارا كبيرا. حدد إجابتك أيضا. نعم أنت قريب من الإجابة لكنك لم تحدد الإجابة عشوك ذلك. تمرد وفقر تمرد وعشو تمرد واستكبر. لا لا تجاوز الحجة الصغيان نحو الإجابة. السؤال الرابع عشر، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. السؤال تكن تضمر وتخفي. إجابة صحيحة. السؤال الثالث عشر، وكون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. السؤال الحكمة السنة النبوية المطهرة. لا لا وكون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة نعم الحكمة السنة السنة وماذا؟ السنة وأحكام الشرائع. هو أحكام الشرائع. السؤال الثالث عشر، ألا إنهم من إفكهم ليقولون. من إفكهم الإفك عن الكذب. إجابة مبتدأة. أيوة إجابة صحيحة. السؤال الثالث عشر،
ويوم يأتيهم أهل الشركاء قالوا أعدلناك ما بنا من شيء. السؤال أعدلناك أعملناك إجابة صحيحة. السؤال الثامن عشر لقد ما أبنيناها بأيدهم وإنا لموسون. السؤال بأيدهم أي بقوة وقدرة. إجابة صحيحة. السؤال الثامن عشر أجل قال الله سبحانه وتعالى سؤال المحرم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم في اختلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى في هذه الآية؟ قلت لك قال الله سبحانه وتعالى سؤال نحوي فلأقطعن أيديكم وأرجلكم في اختلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل على بمعنى على. بارك الله فيك. إجابة صحيحة.